قراءة تسبيع إسبريس في كل مكان. السلام عليكم. إسبريس اليوم بمدينة كيبيك وبالضبط من المكان الذي أجريت فيه مسيرة أمس، المسيرة التضامنية التي عبر فيها سكان مدينة كيبيك عن تضامنهم المطلق وشجبهم لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف مسجد سانت فوي والمركز الإسلامي هنا. هذا المكان الذي تحول إلى مزار لعدد من سكان مدينة كيبيك وسكان مدن والنواحي، وكذلك الذي عجت إليه فرق إعلامية للقنوات العالمية وكذلك القنوات الكندية وقنوات كيبيك، وكذلك الذي تحول إلى مكان لوضع الشموع ووضع عبارات التضامن وشجب هذا العمل الإرهابي. إسبريس سوف تحاول التواصل مع عائلة الضحايا الذين توفوا وكذلك الجرحى، وسوف تنقل لكم صورة عن هذا الحادث وكذلك ما خلفه هذا الحادث من تأثر نفسي في صفوف عائلاتهم. معنا الأخ رشيد عوام، هو صهر الشهيد سفيان، وكان حاضر معاه في المسجد يمكن كان بينه وبين كان بينك وبينه 20 متر. ممكن تحكي لنا داك كيفاش عشتوا هذيك اللحظات الرهيبه؟ السلام عليكم قراء إسبريس، رشيد عوام. يعني هي كانت في صلاه العشاء مع 7:30، انا جيت مع 7:32، يعني دخلت لقيت الصلاه ديجا بادية. من بعد كملنا الصلاة، من بعد صلاة السنة، ومن بعد اجتمعت مع بعض الأصدقاء قريبين من المنبر. في هذه اللحظات كنسمعوا طلقة رصاص في الخارج. بعد طلقة الرصاص احنا ما اعتبرناش أن طلقة رصاص حقيقية، يعني لحقاش ما عمرنا سمعنا طلقات هنا في مدينة كيبيك. من بعد الطلقات يعني كانوا أناس يعني هربوا، من بعد كانوا طلقات ثانية على في الداخل. بعد الطلقات في الداخل يعني احنا هذيك في هذه الساعة مجموعة من الأصدقاء فروا، وإحنا أنا منهم اللي مشينا للمحراب. كان هو قريب من سفيان؟ القاتل هذيك الساعة كان يدخل مع الباب ديال قاعة الصلاة، من بعد بدأ في إطلاق الرصاص على بعض المصلين اللي كانوا قريبين من الباب. وفي هذه اللحظة الأخ عز الدين بحكم شهامته وشجاعته كان يريد أن يوقف هذا المجرم، وفي لحظة ما قدرش إلى تصاب بواحد الرصاصة، ومن بعد تصاب الرصاصة أنه طاح في الأرض، من بعد تلقى رصاصات أخرى. وبالنسبة للناس كي حاولتوا تعاونوا الناس، يعني انتم اللي كنتوا في هذه اللحظة نحاول نعاونوا الناس اللي كانوا مجروحين بطبيعة الحال، واتصلنا بالإسعافات الأولية والمصالح الشرطة اللي قدروا يكونوا في المكان، ولكن الشرطة كان نقدر نقول لكم كانت ربما هم غير متعودين على هذه اللحظات هذه. وبعد هذه اللحظات أن الشرطة دخلت المسجد وعملوا ils ont sécurisé le lieu et après les ambulanciers ils ont commencé à prendre en charge les personnes qui sont blessées. دابا حنا حاولنا نتحدثوا مع السيده ديالو ولكن هي في حاله صدمه، ما يمكنش. كيفاش الاجواء عندهم الاخر؟ اكيد كانت معناتها في حزن واضطراب كبير 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 جدا نعجز على وصفه. كيفاش تلقيتوا التضامن ديال السكان ديال مدينه كيبيك؟ وكذلك البارح شفنا الوزير الاول ديال كيبيك والوزير الاول ديال كندا وعدد من السياسيين اللي حضروا في المسيره. حسب ما لاحظت في اللقاء نتاعي مع الوزير الاول، ما كانش موجود بمدينه كيبيك. لما سمع بالخبر تنقل وصل على مدينه كيبيك حوالي 9:01 صباحا، وقعت كونفيرونس دو بريس وقدم جميع المعلومات. وزير الداخلية تنقل بسرعة كبيرة، المير دو كيبيك تنقل بسرعة كبيرة، وزير التربية تنقل بسرعة كبيرة، المسؤولين كانوا معناتها متواجدين على عين المكان، قدموا المعلومات الموجودة. الوزير الأول كان يعرف شخصيا الشهيد عز الدين،
يعرفه شخصيا وصديق له من زمان طويل، ويعرفه قبل ما يولي وزير أول. كان يتداول على المحل ويجي يتقضى من المحل عند عز الدين. ومعلومة أخرى، الوزير الأول عاش بالسعودية، يتكلم اللغة العربية، وكان يتناقش مع عز الدين باللغة العربية. الناس كل الشعب الكيبيك متعاطف مع الشهداء. J'aimerais présenter mes condoléances à toute la population marocaine à travers le monde. Nous avons vécu un drame incroyable, une fusillade qui a arraché des vies, des pères, des frères, des oncles. C'est un événement qui est gravement traumatisant pour toute la population canadienne, québécoise, mondiale. C'est sûr que personne ne souhaite vivre ça un jour dans sa vie. Malheureusement, c'est arrivé dans une ville qui est reconnue pour être le berceau de la paix au nord du Canada. Je suis sincèrement triste pour mon ami Najas qui a perdu son conjoint, un homme magnifique, serviable, gentil avec tout le monde, ouvert envers la société québécoise, ouvert envers la société canadienne. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais vous dire, c'est on doit rester loin de la colère, rester loin de la haine. On doit se mobiliser en tant qu'être humain avant tout. Nous sommes des êtres humains avant tout. Nous avons nos cultures, nous avons nos religions, mais avant tout, on doit se respecter en tant qu'être humain. سي عبد الله، كنتي انت من الاصدقاء الاوفياء ديال المقربين من سي عز الدين الله يرحمه. الحاله النفسيه ديالك وديال الاصدقاء ديالو المقربين اللي خويا؟ الحاله النفسيه ما نقدرش نوصفها لك، لانه هذه حنا يومين تقريبا في واحد الحاله، يعني كتفقد اعز الاصدقاء، بالاحرى نقولوا الاخوه. حنا خوت هنايا، حنا في بلاد كنقولوا بلاد الغربه، حنا راه خوت هنايا. والاخ عز الدين كباقي الاخوان، اخ عز الدين 30 عام هو في كندا هنايا، يعني كان كيعاون الناس بزاف اللي كيجيو اول مره كيجيو باش يستقروا هنا في كيبيك. كان كيمد لهم يد المساعده كيفاش، يعني كيفاش يستقروا في المدينه. بالنسبه للاعلام هنا كيفاش تتعامل مع الحادث؟ الاعلام الكندي كيفاش تعامل؟ التعامل يعني كان واحد التضامن، واحد نسميوها واحد، يعني جميع لي شين تضامنوا مع المسلمين، وكانت المبادره كانت كنلاحظوها. مثلا البرومي مينيستر الوزير الاول فيليب كويا كانت عنده رحله بعيده شويه على المدينه ديال كيبيك، يعني يلغى كاع دوك لي زاكتيفيتي ديالو باش يجي يحضر. كذلك البرومي مينيستر ديال الوزير الاول ديال كندا جوستين تريدو جا حضر هنايا باش خلى كاع سميتو جا حضر يعني باش يغيكونفورتي لا كوميونيتي مسلمان. يعني عامة كان واحد، يعني واحد التضامن مع المسلمين، ولاول مره كنلاحظوا كان واحد التضامن. معنا الاخ طارق، هو صديق حميم ديال الشهيد سفيان الله يرحمه. هو كان اخر واحد اللي صلى بالقرب ديالو، وكان حضر العمل الارهابي كامل. سي طارق، ممكن تعطينا ولو غير باقتضاب كيفاش ديك الاجواء، فاش كان يعني السلاح والرصاص والقتل والدماء في وسط المسجد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الله يرحم الشهداء ديال المدينة هذه ديال المسلمين. السي عز الدين أنا بغيت نشهد ليه بواحد الشهادة لله سبحانه وتعالى. صلى حدايا، دخلت أنا وياه المسجد متأخرين بركعة، صلى حدايا صلاة العشاء، صليت أنا وياه وسبحنا وخليته حتى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلمت عليه. قلت لي السلام عليكم السي عز الدين، أنا معرفتي معاه المدة وكذا. قال لي الله ينورك. قلت له سيدي انا اسمح لي راه عندي واحد الدرس ديال القران. قال لي سير الله يسهل عليك. من بعد حنا نزلنايا كاملاش واحد الدقيقه حتى بدا القرطاس، بدا الضرب والاخوان المضروبين بداو كينزلوا عندنا وبداو نسمعوا الغوات وكذا. من بعد ملي طلعنا لقينا السي عز الدين الله يرحمه ويوسع عليه. شنو نقول لك؟ الاخوان مثلا كلهم، حيت تقريبا عائله وحده. السي عز الدين اكثر من 15 عام وحنا نعرفوه، ما عرفتي واش تنقدوا ولا. والناس كيغوتوا، والبنات الصغار والدراري الصغار، واللي مضروب في كرشوه، واللي مضروب في راسه، واللي مفرقع عليه رجليه، اللي
شفنا التضامن ديال الناس الكباك والسلطات والاعلام وهذا، واش كتوقع انه مثلا قد تكون شي حراسه للمساجد مستقبلا؟ كنظن انه ليس هناك اختيار. نعم ليس هناك اختيار، لان هذه مرحله فيصله يعني حاسمه في المسار ديال الامه ديال المسلمين في هذه المدينه وفي جميع البلدان الاسلاميه. الان يعني هذه لازم اخذ الامور بجديه.